طالما فيها بس يبقى انت ناقصك حاجه وانا مقصره معاك، قولها لي وانا اعملها لك. يا نوال انت ليه عامله نفسك مش واخده بالك؟ ليه بتعامليني وكاني انسان طبيعي وكاني علاقتنا ما فيهاش حاجه مش طبيعيه؟ ليه يا حبيبي؟ احنا زي اي اتنين طبيعيين حبوا بعض واتجوزوا بعض، واذا كان على الحاله اللي انت فيها بكره ان شاء الله هتخف وهتبقى زي الفل، بس انت اصبر شويه. اكتر من كده انا ولا انا عارف انك واقفه جنبي وانك بتحبيني كاي زوجه مخلصه بتحب جوزها، لكن بمنتهى الصراحه بالنسبه لي ده مش كفايه. انت مش قادره تساعديني افتكر حياتي اللي فاتت. انا كل اللي عرفته منك شويه تفاصيل عن علاقتنا قبل الحادثه، بس ده مش هيرجع لي الذاكره، الذاكره اللي حاسس من غيرها ان انا تايه ضايع، ان انا مش طبيعي. يا حبيبي انا قلت لك كل اللي انا عارفاه، انت ليه حاطط في دماغك ان في حاجات انا ما قلتها لكش؟ وبعدين انا زمان كل اللي يهمني كان انت، لان انا حبيتك انت، حبيتك بجد. انا مش ذنبي يا ماجد ان انت ما قلتليش اي حاجه عن اهلك وعن اخواتك وعن اصحابك، بس انا ممكن اعمل اي حاجه انت عايزها. انا مقدر كل اللي بتقوليه، بس علاقتنا هتفضل دايما ناقصه حاجه مهمه جدا لغايه ما ترجع لي الذاكره. ساعتها بس مشاعري ناحيتك ممكن تبقى كاملة. عرفت انك اتجوزت؟ عرفت ازاي يا حمزاوي بيه؟ يا ابني احنا بنعرف كل حاجه بتحصل في البلد، حتى دبه النمله. وقال ايه؟ عمتك قعدت تقرب في امك لغايه لما عرفت وزعلت قوي. لا انا مش قد زعل عمتي، هي بس الجوازه دي كانت لازم تتم بطريقه معينه. يعني ليه؟ جوازه في السر؟ تبع المخابرات؟ لا مخابرات ايه؟ بس العروسه اصلها كانت حزينه على جوزها اللي مات الله يرحمه في حادثه الطياره. على فكره هي معروفه قوي. مش دي زهره مرزوق؟ هلا انت عارف كل حاجه. دي ست مليانه فلوس، انت ما تقعش اللي واقف. بس هي عندها شويه مشاكل. عارف كل حاجه. طبعا في مساعدتك يا عم. يا ابني ما احنا بعتنا لها واحد من طرفنا سابته وطلعت على لبنان، بس هي دلوقتي ما شاء الله شغاله كويس وما خدتش من جوزها الحاج فرج عبره. جوزها مين الحاج فرج ده؟ امال انا ايه؟ انا جوزها يا عمي. فكره الكلام اللي انت بتقوله ده هيخش عليا. المهم انت عايز نعمل لها ايه؟ قبل ما اقول لك على اي حاجه لازم تفهم ان ده بيزنس، يعني كل واحد لازم يستفيد. وانت فكرك انا بعمل حاجه من غير ما استفيد منها؟ ده هو ده شعاري، بيزنس از بيزنس. الله